كل الشكر والتقدير للزميلة المبدعة مريم زعاب اللي عرفتنا في هذه الجولة على أهم وآخر الأخبار من صحيفة الخليج. مشاهدين، الطب واحد من أسمى المهن التي تهدف لخدمة المجتمع كله والحفاظ على صحة أفراده، وتختلف مجالات وتخصصات الطب لكنها تتفق جميعها في غايتها وهي الحد من الأمراض الصحية والنفسية. رح نتعرف اليوم مشاهدينا في فقرة تخصصات طب عن طب المجتمع والهدف منه من خلال ضيفنا في استديو صباح الشارقة الدكتور ثائر العاني أخصائي طب مجتمع. صباح الخير دكتور، حياك الله معنا في صباح الشارقة. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. الله يسلمك يا رب. دكتور، في البداية نعرف السادة المشاهدين عن طب المجتمع والهدف من هذا التخصص أو هذا الطب. طب المجتمع هو أحد فروع الطب، وتقريبا من الفروع الحديثة اللي اكتملت معالم هذا الاختصاص في الربع الأخير من القرن العشرين. كان في اجتماع تاريخي لمنظمة الصحة العالمية في عاصمة كازاخستان ألماتا في عام 1978. في هذا المؤتمر اللي شاركت فيه أكثر دول العالم، أكثر من 150 دولة، تم إقرار مبدأ الصحة للجميع، وتم إقرار أيضا أنه صحة الفرد يجب أن تكون ضمن إطار المجتمع. فظهر اختصاص طب المجتمع اللي يعني بالأفراد عن طريق وسائل علاجية ووقائية وصولا إلى مجتمع صحي معافى. نعم، وإحنا نتكلم عن جانب جدا مهم اللي هو مهام اليوم الطبيب أو طبيب المجتمع. أكيد مهام كثيرة، مسؤوليات كثيرة تقع على عاتق الطبيب أو طبيب المجتمع، نتكلم شوي عنها. نعم، مهام الطبيب اللي يمارس اختصاص طب المجتمع مهام واسعة وذات رؤية تتعدى النمطية اللي احنا نعرفها بين علاقة المريض والطبيب في اعطاء علاج وانتهى الامر. الان خلينا نجيب امثلة حتى تكون الصورة واضحة للاخوات والاخوة المشاهدين. فرضا في طبيب يعالج مريض مصاب بالتدرج الرئوي، هو مرض انتقالي. الان الموضوع ما ينتهي باعطاء علاج لهذا المريض، لازم تكون عندنا نظرة أوسع أو أشمل، أنه خلف هذا المريض هناك عائلة. صحيح. هناك زملاء عمل ممكن يصابون أو قد يصابون مستقبلاً بهاي الحالة بسبب وجود هذا المريض. صحيح. فيصير عمل ميداني بالتعاون مع المؤسسات الصحية، المؤسسات الحكومية، منظمات المجتمع المدني في التحري الوبائي، في الوصول إلى عائلة المصاب، إلى زملاء عمله، القيام بالتثقيف الصحي بالإجراءات الوقائية، أو مثلاً في حالة أخرى تسمم غذائي، هل يكفي أنه نعطي المريض محلول أو دواء ونشفيه؟ نرجع للسبب، ما هو سبب التسمم الغذائي؟ قد يكون تلوث مائي أو غذائي أو مقدمين مواد غذائية مصابين، فنرجع إلى الأسباب ونعالجها حتى تكون الفائدة أعم وأشمل. جميل، يعني يأخذ المسمى من اسمه نصيب، هو يشمل المجتمع يعني أو يهتم بجوانب كثيرة من المجتمع. دكتور، عندي سؤال يعني قبل ما يعني نربطه بسؤال الفروع والتخصصات لهذا، هل طبيب المجتمع هو نفسه طبيب الأسرة؟ وقد يكون في أغلب الأحيان هو يعني يهتم بالأسرة، الزوج والزوجة والأبناء يعني من قبل حتى الزواج، وقد يكون في بعض الأحيان هو صديق للعائلة أصلا. هو الحقيقة مفهوم طب المجتمع يمثل تطور لمفاهيم الطب عبر سنوات طويلة. نعم. مثل ما قلنا في البداية كانت العلاقة بين الطبيب والمريض تطورت إلى إطار الأسرة، فسميت بطب الأسرة. طب الأسرة أنه إحنا نعالج المريض ونتابع أفراد أسرته. نعم. وبعدين تطور الموضوع أكثر إلى طب المجاميع، قد يكون مجموعة في مدرسة أو في دائرة أو في معمل يصابون بحالة صحية أو مرضية ممكن نتابعهم. وبعدين صار الطب الوقائي اللي هو يشمل طب عام لمدن كاملة، لكن تشمل طب وقائي فقط، إلى وصولا إلى طب المجتمع اللي يشمل مجتمع كامل بخدمات متكاملة وقائية وعلاجية وتأهيلية. حلو، زين دكتور، يعني فروع طب المجتمع وتخصصاتها. نعم. شو هي؟ الطب المجتمع به فروع عديدة، ونقدر نلخصها نسهلها بثلاث مجاميع. المجموعة الأولى هو أساس الطب المجتمع، علم الوبائيات اللي يختص بالأمراض
الانتقالية، وحديثا في العشرين سنة الأخيرة الثلاثين سنة الأخيرة أضيفت الأمراض غير الانتقالية. يعني إحنا نتكلم عن علم وبائيات يشمل الأمراض اللي تنتقل بالفيروسات والبكتيريا وكيف نكافحها، ولكن في جانب آخر هناك أمراض غير انتقالية الآن بدينا نهتم بها، أمراض السكر، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، السمنة، السرطان، الإدمان، هذه إحنا بدينا نعتبرها حديثاً أوبئة مثلها مثل أي مرض. يجب أن نعمل على دراسة أسبابها وضع الخطط الكافية لمكافحتها. فإذا النوع الأول أو من الفروع هو الطب الوبائي. ثانياً طب المجاميع اللي يشمل مجاميع محددة، مثلاً طب الأسرة والطفل والأم، طب العمال، الصحة المهنية، الصحة المدرسية في مدارسهم. صحيح. وهناك فرع ثالث أساسي مساند يشمل التوعية الصحية، التثقيف الصحي، الإحصاء الحياتي، وإعطاء منظومات لأعداد وبيانات لعدد الأمراض ومصابين بها، وصولا إلى الفرع الأخير اللي هو يحدد سياسات وخطط العمل الصحي. نعم، يعني نقدر نقول أن طب المجتمع طب أو فرع من أفرع الطب الرئيسية، يعني يشمل المجتمع بمختلف فئاته ومكونات الأمراض، وفي نفس الوقت نشر التوعية بأهمية المحافظة على الصحة العامة. لكن دكتور ثائر، كيف ممكن أنك تجد من وجهة نظرك اليوم هذا التخصص في الدول العربية في دولة الإمارات بشكل خاص؟ طب المجتمع بمفهومه الأشمل يحتاج الدعم والإسناد من الحكومات، من أصحاب القرار، وكل ما كان اهتمام بهذا الموضوع كل ما نشوف مكان الطب للمجتمع ترتفع بهذا البلد. احنا يحق لنا جميعا نفخر بدولة الإمارات العربية المتحدة، هناك اهتمام استثنائي بالخطط الصحية الوقائية والعلاجية، والعمل على دراسة وتطبيق خطط متكاملة بدعم شامل خلى هاي الدولة توصل إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. الحمد لله. جميل. دكتور، نتحدث عن يعني اليوم الصفات والمهارات التي يجب أن يتمتع بها طبيب المجتمع، واليوم ما شاء الله لازم يكون يعني مدى إلمامه بالعديد من الجوانب الصحية يعني بكل فئاتها. أخ إسماعيل، هو بالنسبة للطبيب اللي يمارس اختصاص طب المجتمع، أولاً هو طبيب يمتلك المهارات الطبية الأساسية لأي طبيب معالج. إضافة إلها يكون عنده بعد في الرؤية أنه يتعدى في علاجه الفردي اللي أمامه إلى ما خلفه من مجاميع سكانية أو اجتماعية، وهذا يخليه يكون في ساحة عمل واسعة الحقيقة. يعني صحيح. طبيب المجتمع يضطر يراجع المؤسسات البلدية، يراجع المؤسسات التربوية، يتابع الصحة المدرسية. صحيح. يراجع مؤسسات العمل حتى يتابع صحة العمال وإصابات العمل. يقترح على الحكومات وعلى أصحاب القرار خطط جديدة من شأنها رفع المستوى الصحي للمجتمع. نعم، وهنا نتكلم عن إيجابيات طب المجتمع دكتور، وكذلك التحديات اللي ممكن أن تواجه هذا التخصص. الإيجابيات عديدة، لأن إحنا بهاي الحالة لما نتعدى بمفهومنا صحة الفرد إلى صحة المجتمع، فإحنا أولاً نحمي المجتمع من الإصابات المحتملة. نعم. وطبعاً هذا يصاحبها الحفاظ على ساعات عمل، على تقليص الغيابات في المدارس أو المؤسسات أو المعامل، تحسين المستوى الصحي والأداء الجسماني والبدني، وبالتالي يعود بالنفع حتى من جانب الاقتصادي إضافة إلى الجانب الصحي. جميل. التحديات اللي نشوفها هي ظهور حالات أشرنا إلها متزايدة من مثلا أمراض السرطانية. الآن إحنا نعاني من موضوع السمنة. نعم. وهاي السمنة قد تؤدي في بعض الأحيان إلى أمراض كداء السكري. صح. الآن إحنا أمام عادات وتقاليد اجتماعية لازم ندخل بها بتفاصيلها، نوجه بتثقيف صحي موجه كيف نعطي التغذية الصحية، كيف نكافح السمنة، كيف نوصل للفرد والعائلة والأم والأب أن السمنة هي قد تكون مقدمة لأمراض تتعب الطفل
والبالغ والعائلة والمجتمع، كل هاي تحديات على طبيب المجتمع أن يمارس دوره الفعال فيها في إثبات هاي الحقائق وتطوير صحة المجتمع. جميل دكتور، ننتقل إلى الطالب اللي يدرس هذا التخصص، شو هي يعني المواد اللي يجب أن يلتحق بها أو يعني المعلومات التي يجب أن يحصل عليها خلال فترة تخصص طب المجتمع؟ الحقيقة في العشرين سنة الأخيرة مادة طب المجتمع بدأت تدرس في الجامعات الطبية كدرس أساسي عادة في النصف الثاني من الدراسة الطبية، ويشمل علم الوبائيات والرعاية الصحية الأولية والتثقيف الصحي وصحة الأم والطفل والصحة المدرسية، وبعدين بدأت الآن الدراسات العليا بالحصول على اختصاصات طب المجتمع كل حسب اختصاصه الثانوي والدقيق، بالحصول على شهادات عالية كالماجستير والدكتورة. نعم، ونحن بشكل عام في العالم نشهد يعني تطور كبير في مختلف النواحي، لكن لو نتكلم عن طب المجتمع كيف ممكن للطالب أن يواكب هذا التطور، وخاصة أن نشوف أن في عالم الطب يعني تطور كبير والتكنولوجيا لعبت دور كبير اليوم حتى في هذا المجال. الحقيقة يعني اللي يدرس طب المجتمع عليه أولا أن يكون متمكن من العلوم الطبية الأساسية، وثانيا تفاصيل طب المجتمع بدراسته أثناء الكلية، وينفتح على كل، لأن هو كفرع حديث فيه مستجدات يوميا تقريبا من خلال البحوث والدراسات والحالات، فيجب أن يكون منفتح عن كل العالم، وبوسائل التواصل والتكنولوجيا الحديثة ممكن يحصل المعرفة شبه تامة. صحيح. حلو. اليوم دكتور، بس يعني قبل ما نختم الفقرة، كيف سهلت اليوم التقنيات التكنولوجية حتى التواصل ما بين طبيب أو طبيب المجتمع مع المجتمع مع الأسرة؟ اليوم الكثير من الأطباء قد لا يزورهم المريض إلا مرة مثلا، اليوم صارت في أجهزة يعني قياس للمستوى إذا كان في ارتفاع ضغط دم، سكر، نبضات القلب، فكيف اليوم التطور هذا قد يسهل شوي العملية على الأطباء لمتابعة اليوم متابعة حالة المريض؟ أكيد أخ إسماعيل، بالنسبة للتقدم التكنولوجي وخاصة في مجال الطب تقدم هائل، والأجهزة والمستلزمات الطبية اللي دخلت على هذا المجال سهلت كثير مثل ما تفضلت حضرتك. نضيف إلى هذا وسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة الإعلام ووسائل الإعلام، الآن اليوم هذا لقانا ينور المشاهدين بهذا الفرع ويعطيهم فكرة عن الآن إحنا إذا عندنا رسائل تخص نواحي طبية أو صحية معينة كالتطعيمات كالتغذية الأمراض الانتقالية، تعليمات تخص مجاميع معينة من الناس، وسائل الإعلام والتكنولوجيا والتواصل الاجتماعي كلها قنوات تسهل وتعزز الحصول على هذا الهدف. أكيد. يعطيك الصحة والعافية دكتور ثائر، شاكرين لك تواجدك معنا اليوم في استديو صباح الشارقة. شكرا لك. الله يسلمك ويعافيك. إذن مشاهدينا كل الشكر والتقدير مرة أخرى للدكتور ثائر العاني أخصائي طب مجتمع على هذه المعلومات القيمة والمفيدة. نحن مستمرين معاكم في فقراتنا، ويعد التلفاز ضيف دائم يشارك أصحاب المنزل اهتماماتهم ويقدم لهم المتعة والرفاهية، لكن لا يمكن إغفال تأثيره على الأطفال الذين يقضون جل أوقاتهم بمتابعة الشاشة الصغيرة، حيث يلعب دورا بالغ الأهمية في تكوين ثقافتهم وسلوكياتهم. حول تأثير التلفاز على سلوكيات الأطفال نتابع معاكم هذا التقرير الذي أعدته لنا الزميلة أمل الرئيسي، ولنا عودة.